Hala toute l'histoire, bodyboard marocain et bodyboard mondial aussi. Tu vas te faire à la majo. Pour les finalistes, un petit mot. En première position, Shadil Hriwi. Monsieur Hez Lenj. Sergini, mais tu vas te faire à la majo Sergini aussi. Donc, ça va être un peu comme vous dites, bien sûr. Mon bon, comme je n'ai pas de problème au jeu. Allez, Shadi, à dire que je vois la foi, Shadi. Raoult, ou Wahed, Jouj, Tlata. Shadi! Salam alaikum. كنشكر قناه مراكو ميديا نيوز على هذا النظام ديالهم اللي كيجي كيساعدوا الدراري. الحمد لله وفقني الله في المسابقه بانني كنت تنتريني ليها وجدت ليها من قبل شحال من حاجه، وكان المول شويه صعيب، ما كان سهل اليوم، وحاولت نتكونسونطرا على لي فاك ديالي وعلى لي سيري ديالي، وان شاء الله الحمد لله هذه هي الريزيتال، ربحت لا فينال، وتنتمنى نمثل المغرب حيت جاي واحد لا كومبيتيسيون شامبيون دي موند واللي في لي جوز اولمبيك ان شاء الله نمثل احسن تمثيل المغرب. السلام عليكم، معكم عبد النبي معاشو من مدينه القنيطره. كندير رياضه البودي بورد. الحمد لله لعبت بطوله المغرب، اول مره ديت بطل المغرب. ديجا كنت لعبت في اكادير، ربحت الشامبيون د ماروك جينيور. هاد العام هذا ربحت الشامبيون د ماروك اوبن مع الكبار، والحمد لله انا فرحان، وكنشكر لا فيديغاسيون على لورغانيزاسيون، وكنشكر الناس دي اسفي، وكنشكر الكلوب ديالي اسما، كنشكر الكلوب ديالي، وكنشكر الدراري قنيطره كاملين اللي جاو يشجعوني لهذه المسابقه هذه، والحمد لله. كنتمناو يتوفروا لنا لي سبونسور باش نمشيو نلعبوا مسابقات في اوروبيان ان شاء الله، وكنتمنى شي سبونسور ديال الماتيريال حيت ما عنديش لي سبونسور ديال الماتيريال، وان شاء الله نتمنى نديروا بون ريزولتا ديما. الهز الكبير نائب الرئيس للجامعه الملكيه المغربيه لركوب الموش. المهم حنايا دابا سعداء في هذه المدينة السعيدة، مدينة أسفي اللي كنديوجوا فيها نهاية البطولة المغربية لركوب الموج، والنهاية فيها سيرف وفيها نهاية ديال بودي بورغ. وهذه البطولة المغربية اللي كانت دازت بعدا في جميع البلدان، لأنه رياضة ركوب الموج كاين مقسمة على أربعة ديال الفئات، كاينة من طنجة حتى الرباط حرف ألف، من الرباط حتى المحمد حتى الدار البيضاء حرف باء، من الدار البيضاء للصويرة حرف سين، ومن الصويرة حتى الدخلة حرف تل. من هذا كيديروا كل مرة كنقسموا كنديروا الإحصائيات من كل بلاد، ومن بعد عاد كنجمعوا النهاية، هي اللي جمعنا، هي اللي كاينة اليوم البارح واليوم. هذا التقسيم كله اللي كيشرف عليه رئيس الجامعة الملكية السي محمد القدميري، اللي كنشكروه شكرا جزيلا، اللي وقف مع هذا الشبان كلهم حتى دوزوا هذا البطولة، واللي جاوا من كل البلاد في المغرب، جاوا من البعاد وجاوا القراب، ولكن هزهم كلهم هزهم بالمبيت بالاكل بالشرب، كلهم كاع النادي كاينين 32 سيرفر و 32 ديال البودي بورغ هما اللي مأهلين البطوله. هي 64 من غير الطاقم التقني، من غير هذا، كلهم كانوا واكلين شاربين ناعسين مرتاحين، والبطوله دازت في احسن الظروف. البدايه ديالها كانت في اسفي في المدينه، لابلاج المدينه راس اللفعه، والنهار الاخر كانت في لابلاج ديال لاله فاطمه، وشكرا.